مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد اتينا على ختام مهرجان السينما مثل غير ذاكره وابداع. معنا الفائزه او ممثله عن الفائز بالجائزه الاولى للمهرجان، فيلم يحمل عنوان 10 دولارز، 10 دولارات او 10 دولارات، نورا ارجي، وايضا تحضر ايضا كممثله ومراسله لاذاعه صوت وجزات. نورا مرحبا. اش غتقولي لنا بهذه المناسبه ديال الفوز ديالكم؟ اشنو كيمثل لك هذا الفوز وهذا انك حسيتي على هذه الجائزه الاولى؟ كنتي كتوقعيها زعما ولا؟ هو الصراحه ما كنت كنتوقعها، واللي نقدر نقول على هذا الفوز هذا هو انني كنت فرحه على انني جيت ومثلت الفيلم ديالنا النيابه على المخرج ديالو ربيع سعيد. ف احنا فرحانين يعني باسمي وباسم كاع اللي خدموا في هذا الفيلم هذا، حيت خدموا بجد وخدموا بواحد لاموغ لهذا الفيلم هذا، داكشي علاش طلع الحمد لله ناجح. فكنتمنى حتى الجمهور يكون بالي بلا الجمهور تفاعل معاه حتى هو الحمد لله. وايضا كنشكر حتى العامل اللي حتى هو يعني هنأنا على هذا النجاح هذا، وكنشكر حتى المنظمين ديال مهرجان السينما بتنغير يعني المتمثلة بشخص مديرها عبد الحليم مهدي، وايضا كنشكر حتى كاع التقنيين اللي عملوا على نجاح الدورة هذه الدورة الثانية، وايضا الجمعية ديال فن شباب بلا حدود. كما قلت لك حنا فرحانين بزاف، وحنا فرحانين اننا نكونوا في مدينة تنغير. استاذة في النظر ديالك يعني شنو هو الاضافة اللي ممكن تزيد السينما، الاضافة او الجديد ما تقدموا السينما يعني للمنطقة ولهذه سميتو تنغير بالضبط؟ اذا بالنسبة للمهرجان مثلا او السينما بصفة عامة في المغرب، يعني ماذا يمكن ان تقدم السينما؟ يعني بالنسبة للسينما وبالنسبة لمدينة تنغير فهو هذه خطوة كبيرة، اننا ان المهرجان كيعرف بهذه المنطقة الجميلة اللي يعني فيها مجموعة من المناطق اللي هي يعني سينمائية 100%. فهذا حافز يعني ان بوان دو بلوس للمدينة وتعريف ليها. وكما سمعنا من الأستاذ فريد الركراكي فحتى هو متشوق باش أنه يصور الكور ميتراج الثالث ديالو إن شاء الله غيكون هنايا. أيضا داود ولاد زياد وعبد الله فريد حتى هما غيصوروا هنايا المسلسل، فهذا دليل على أنهم على ان يعني الشباب ديال هذه المنطقه وصلوا الميساج يعني وعرفوا المدينه ديالهم، فكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. هذا اخر كلمه. ايوا اخر كلمه، نتمنى لكم التوفيق. كما قلت لصحاب المهرجان يعني كنتمنى الدورات الماجيه ان شاء الله تكون احسن واحسن، وهذا كيبان يعني من الدوره الاولى والدوره الثانيه، يعني الدوره يعني كان انجاز زوين. فانا كنبه بالخير للدورات الماجيه ان شاء الله انها غادي تكون احسن، فكنتمنى لهم التوفيق ومرحبا بمدينه تنغير في الدومين ديال السينما. مرحبا بك تنتي في تنغير. بارك الله. مشاهدينا الكرام، معنا حد شاب الحاضرين والزائرين لمهرجان السينما بتنغير ذاكره وابداع، اكيد انه قد غينك قد خفيك في السماء تنسلك الحضور ده. مرحبا استاذ، وايضا بين الشباب الفاعلين في المنطقه. مرحبا. بداية انا كنت سمير نشكرك بربي على منا. لا واجب. اسمي صحاب رمضان. يعلم المحلي بصفة عامة. يعلم المحلي بصفة عامة. اسمي حضر رمضان، اسمي رمضان، وكرا خاطر السينما كتير. الدورة اسمي على لا دوزيام ايديسيون. صراحة كنت كنا دايرة خاطر يمكن دي جي كولا كتصور مثلا السينما كاين وسيلة اللي يسمونوا الأجيال. الأجيال باش نمون عن طريق برأيك بدرت تقدم السينما هنا بالمنطقة تقييم منك مثلا، أو مدرت تقدم السينما ما هي الإضافة؟ الإضافة السينما المنطقة أولا دات مدان دات الوعي دات السعاب للسينما دات السعاب عن طريق السينما يتمكن الفضاء غادي ينشر غادي يزني لي ميساج هي بزاف الجهاز بزاف الحوايج يمكن نقرا حد هما يعني المنطقة صراحة ارتاد هما المنطقة هنا هما ضعف على مستوى الثقافة الفن على مستوى الثقافة السينما ثقافة الصراحة بزاف صراحة تقلت لك الشاب يعطي؟ يا مرحبا. هذا كيبين لك بالنسبة لهذا المهرجان البوادر كبوادر يعني النجاح، إلا أنه من
الاستمرار لهذه المبادره يجب تكثيف الدعم وعقد الشراكات مع جميع الهيئات المنتخبه والشركات اللي غادي تاخذ هذه السينما الى